أخبار غريبة وسريعة، ما هو أذكى شعب عربي لسنة 2024، وما هي نسبة ذكائه، وما هو تصنيفه العالمي؟ هنا الصدمة، الصدمة كانت قوية، صدمة رهيبة جدا. يعني أنا لما طرحت على الموضوع، طبعا كل شعب عربي معتبر نفسه هو الأذكى وهو اللي مش عارف إيه، وإحنا اللي دهنا الهوا دوك، وإحنا ما فيش حد زينا، وإحنا اللي فاهمين العفريت مخبي ابنه فين. فلما أنا شفت الكلام دوت اللي نشرته مجلة سيور الأمريكية، اتفاجأت. إيه ده؟ يعني تصنيف غريب وعجيب جدا ورهيب جدا وصادم جدا. طيب في الأول نقول أذكى دولة في العالم قبل ما نخش في الدول العربية. أذكى دولة في العالم هي اليابان. اليابان بنسبة ذكاء 106 عالميا. يعني وتقول لي الأمريكان مثلا أذكى، الأمريكان جايين رقم 29 مثلا في التصنيف، فمش شرط يعني. فهم واخدين الذكاء ده بناء على اختبارات، بناء على البحث العلمي، بناء على مستوى الدراسة والتعليم وما إلى ذلك. طيب تعال بقى نخش على الصدمة علشان ما نطولش، ونصلي على الحبيب ونشوف ناخدهم من الأسفل. مين أقل شعب عربي دولة في مستوى الذكاء؟ دولة عربية بتقع في التصنيف العالمي رقم 188 عالميا، وهي موريتانيا الشقيقة الحبيبة، الشعب الموريتاني الطيب. كيف يا جماعة الموريتانيين مش ازاي يعني؟ مش فاهم انا القصة دي. موريتانيا يا سيدي رقم 188 عالميا بنسبة ذكاء 59.76. موريتانيا يعني متزيل الترتيب. موريتانيا احنا جبنا من الاسفل خالص، ايا كنت من اي دوله عربيه هتعرف الحدود. نيجي للي بعد منه، اليمن. اليمن رقم 182 عالميا بمتوسط ذكاء 62.86. مدعم. نيجي للي بعد منه، المغرب. المغرب رقم 174 عالميا بمتوسط ذكاء 67.3%. مغاربة يا اخويا، مغاربة مطورين، مغاربة من اذكى شعوب العالم. كيف يعني خلوه هو في المرتبة الثالثة الأخيرة؟ ما فهمتش. نيجي اللي بعد منه، الصومال. الصومال رقم 173 عالميا في التصنيف، في التصنيف العالمي 173 بمعدل ذكاء، متوسط معدل ذكاء 67.67. يعني جايبين هواد الضمير اللي ما فيش بعد منه. نيجي لجيبوتي. جيبوتي رقم 170 عالميا، 170 عالميا جيبوتي بذكاء 68.41. الدولة اللي بعد منها سوريا. سوريا رقم 149 عالميا بمعدل ذكاء 74.41. كيف يعني سوريا محطوطة في زائلة في آخر حاجة؟ سوريا الشعب السوري معروف على إن أي مكان بيروح فيه يعني بيعمل فيه بصمة، تلاقيه فتح مطعم، عامل حلويات، عامل عصير، عامل أكل، مش عن أكل السوري معروف، تلاقيه عامل نجارة، عامل ألمون، شاطرين. هيكون إيه الذكاء بعد كده يعني؟ ما فهمتش أنا ليه يعني حاطين سوريا كده، ما فهمتش. طيب اللي بعد من سوريا، الجزائر. الجزائر رقم 144 عالميا بمعدل ذكاء 76، وألف ألف مبروك وربنا يتمم بخير. الجزائر اللي فيها حوالي عن 6 مليون جزائري مهاجرين وناجحين برا البلاد في أوروبا في جميع الدول العالم. كيف يعني؟ برضو يعني تصنيف، بقول لك تصنيف صادم وغريب صراحة. نيجي بقى، يا سلام. مصر. على الطلاق أنا مش مقتنع بالتصنيف ده. مصر يا جماعة، مصر. مصر 142 عالميا بمعدل ذكاء 76.32. مصر انا تحطوني في، انا تحطوني كده في زير القائمه دياتي، يا خسارتك يا فلاح، يا خساره الصعايده. ينفع كده يا واد عم؟ ينفع كده؟ احنا اللي فاهمين كل حاجه، عارفين المنضحه اللي في الزير، الزيتون عارفينها، يحطونا احنا كده؟ احنا اللي بنينا الاهرامات، فتيجي يقول لك لا ده جدادك اللي بنوا الاهرامات. انت ما بنيت ولا حاجه. ماشي، نيجي لبعض. مصر السعودية رقم 141 عالميا، السعودية. طيب السعودية بمعدل ذكاء 76.36، يعني السعودية أذكى مننا احنا.
عادي يعني، مثلا يضرب راسه في الحيط وبتاع. جميع المشاريع اللي اتعملت في السعوديه عملوها المصريين، التعليم اللي اتعمل في السعوديه عملوها المصريين، الكباري اللي اتعملت في السعوديه عملوها المصريين. ما نفهمش برضه، ما لناش دعوه. ماشي، نيجي جزر القمر. جزر القمر اذكى مننا. شوف انت بقى، جزر القمر، جزر القمر 136 عالميا بمعدل ذكاء 77.7%، جزر القمر. طيب نيجي للي بعد منه، فلسطين. فلسطين 134 عالميا بمعدل ذكاء 77.69، نسبة متوسط الذكاء. تمام. نيجي للكويت، هنبتدي نطلع شوية. الكويت 179 عالميا، متوسط الذكاء 78.84%. الكويت يعني، خلوا الكويت أذكى من مصر وأذكى من المغرب وأذكى من السعودية وأذكى من الجزائر وأذكى من سوريا، برضو حاجات يعني. ماشي، ما تعرفش، هو أصل ده تصنيف غريب عجيب رهيب مريب فريد من نوعه. ماشي، عمان، سلطنة عمان، سلطنة عمان 128 عالميا. تيجي يا سيدي عندهم كم ذكاء سلطنة عمان؟ 78.7، 78.7، 78.7. نيجي السودان، حبايبنا السودان والشعب، شعب حبيبي وشرياني. السودان 125 عالمي ب 78.87. السودان. تونس، تونس يا سيدي العزيزة الحبيبة، تونس 122 عالميا، معدل ذكاء 79.22. دي تونس. طيب الأردن، الأردن 117 عالميا بمتوسط ذكاء 80.7 على متوسط الذكاء. نيجي لقطر، قطر متقدمة في كل شيء، متقدمة في الاقتصاد، متقدمة في الباسبور، تدخل أمريكا من غير تأشيرة، حتى في الذكاء متقدمة. ربما هم عملوا بحث علمي، ربما عملوا مدارس كتيرة، ربما عملوا جامعات، ربما طوروا في هذا الموضوع بتاع التعليم. قطر يا سيدي 116 عالميا 80.78، قطر. طيب ليبيا، ليبيا هي الأولى مغاربيا على مستوى البلاد المغرب العربي، والخامسة عربيا. الشعب الليبي، الشعب الليبي العظيم، الرجولة، الشعب الليبي. ليبيا 115 عالميا والأولى مغاربيا والخامسة عربيا، 115 عالميا، متوسط الذكاء 80.92 في ليبيا، 80.92. الرابعة عربيا لبنان، الشعب اللبناني، الشعب اللبناني الجميل الحلو الراقي. الشعب اللبناني 110 عالميا، معدل الذكاء 81.7. نمرة ثلاثة في الوطن العربي، الإمارات العربية المتحدة. الإمارات 106 عالميا، معدل الذكاء 82.5، 5%. رقم اثنين في الوطن العربي البحرين. البحرين 97 في التصنيف العالمي بمعدل ذكاء 83.6، هي الثاني عربيا، ثاني أذكى شعب عربي، الأول أذكى شعب عربي، أذكى شعب عربي. يلا يا سيدي، توقعتوا مين أذكى شعب عربي؟ هم أسود الرافدين، أبناء دجلة والفرات، الأشوريين، الكلدانيين، البابليين، العراق. العراقيين هم أذكى شعب عربي لسنة 2024 ورقم 61 عالميا بمعدل ذكاء 89.28. يبقى أذكى شعب عربي هو الشعب العراقي، العراق. كلش أحب العراقيين. طبعا كل الشعوب العربية ذكية، وأنا في رأيي الذكاء هو التواصل والحفاظ على الشخصية والقدرة على الإنتاج، إنك تضيف شيء للبشرية. ما علينا، العراق هو أذكى شعب عربي لسنة 2024. كلش أحب العراقيين. شير فورا وصلي على الحبيب، وإيه، وشكرا.